هذا الولد وقع على رأس هذا، مش غصن، هذا رون الغزال. هذا كان الولد ماسك قرون الغزال، فالغزال اتضايق ورفع راسه والولد وقع على راسه، والكلب قاعد بتفرج على صاحبه من ورا شو عم بيصير. اما البوم فنام، رجع ينام. الولد كتير خايف، كتير خايف انه هو معلق على راس الغزال. الغزال صار يركض لانه الولد معلق على راسه، والولد والكلب كتير خايف ان الغزال يدعس عليه، وخايف على صاحبه اللي على راس الغزال.